السلام عليكم اعزائي، مرحبا بكم في مطبخ حلويات ام غالم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مع بعض لي ميني تارتلات بالكونفيتور بمربى المشمش. بالنسبه للمقادير عندنا 125 غرام زبده طريه، عندنا كاس تاع سكر كلاص سكر ناعم، عندنا نص كاس تاع مايزينا، نص كاس تاع زيت، عندنا زوج حبات تاع بيض لافاني ومغرف صغيره تاع على لا ليفور والفرينه على حسب ما تلملنا العجينه. بالنسبه للتزيين عندنا كونفيتور دابريكو. نبداو التحضير على بركه الله. عندنا كما قلت لكم 125 غرام تاع زبده، انا تكون طريه ما تكونش ذايبه. عندنا هنايا سكر كلاص، كاس تاع سكر ناعم. انا السكر هنايا قبل نستعمله لازم نغرب له باش ما يبقوش هذوك اللي بغيو المويه يغبنوني. من الاحسن نصفيه باسكو بقاو هذوك الحبيبات يغبنونا في الزبده ما يبقوش يذوبونا هكا. وعندنا نص كاس تاع زيت لافاني ونبداو نخلطو مع بعض. هنا نخلطو بالعقل حتى يذوبلنا هذاك السكر كما كتشوفو. نضربو مليح باليدين تاع بيض عندنا نص كاس تاع مايزينا هادو لي ميني تارتلات يجو شابين مع لاتاي جو خفيف تقدروا ديروهم هكا يجيكم مضياف سهلين في التحضير ما يشدوش. وهنا عندنا الفرينه، الفرينه على حسب ما يتلملنا الخليط تولي عجينه كيما عجينه الصابلي. عندنا ملعقه تاع لا ليفور ما كثروش الخميره الحلوه معايا. نديرو الفرينه نبداو نلمو في العجينه بالعقل. نزيدو الفرينة حتى تتلملنا العجينة. هنا بعد ما نميت العجينة كيما راكم تشوفو معايا قلحت منها شوية. هذه الكمية اللي قلحتها نشفتها شوية مليح بالفرينة وغادي نديرها في الكونجيلاتور تجمد باش نغابو فوق لي طارتلات نديكورو بها لي ميني طارتلات تاوعنا. هذه غنديرها في التلاجة تجمد لي شوية وهذه غادي نوريكم كيفاش نحضروها. نحكمو العجينة تاعنا كما كتشوفو. هنا غادي نقترح عليكم نوعين من الليمون. عندي هاد الليمون تاع لي طارتلات نقدروا نديرو الحجم تاعهم كبار نخلوهم القهوة البيت ولا، وهادو الحجم تاعهم صغير. اذا عندكم كيما هاد الاوفال تقدروا ديروا فوق، عندكم كيما هادو صغار هما مدورين تقدروا على سميتهم لي ميني طارتلات ديرهم صغار على كيما هاد لي طارتلات بصح صغار. بصح هنا غادي ندير الشكل الكبير وغادي ندير هاد النوع. نحكموا العجينه، هنا ما نديرو لا وراق لا والو، نحكموا العجينه نديرو شكل كويره كما كتشوفوا نسرحوها مع اليد. ونحكموا هاد الليمون ما نديرو لهم لا دهن لا فرينه باسكو ديجا العجينه تاعنا فيها دهن يدي مولا وبالخف. نحطوا العجينه تاعنا فوق المول كما راكم تشوفوا هكا ومباشره نقطعوا بيدينا كما راكم تشوفوا. ساهله هاد العجينه متغبلنا ما والو. نعاودوا نزيدو نسرحوها مليح كما راكم تشوفوا معايا. تبعوني مليح كيفاش غادي ندير لهم ونقطعوا باليدين كما راكم تشوفوا. هذا النوع الاول كما راكم تشوفوا معايا. اما بالنسبه للنوع الثاني نحكموا فانيك كره كبيره كما راكم تشوفوا، نسرحوها مليح باليد بالكف تاع اليد نبسطوها نحطوها فوق ليمول تاعنا. نبداو نمشو فيها باليدين تاعنا كيما راك تشوفو. ها ساهله
ما نورقو ما تغبلنا ما والو هكذا يجو خفاف وهشاش مليح لاتاي نحلقه ويجوك ضياف هكا ما يشدوكش في التحضير تاعهم تنخاف تخدمهم ها هكا نسرحوهم مليح من هنا في حواشي باش ما يبقوناش هذوك لي ريشي تاعنا. انا هنا غادي نكمل هاد العجينه تاعي بعد ما نكملها نوريكم كيفاش نزينوها ونوريكم كيفاش نديروا لها لا كونفيتور وندخلوها طيب في الفرن. نتلاقاو بعد ما نكمل هاد العجينه نتلاقاو ان شاء الله. تاعي تاع العجين كما كتشوفوا عمرتها في ليمون وهذه العجينه اللي وريتها لكم من قبيله ها هي راه جمدت عندي غايه. واش نديروا نحكموا لا كونفيتور دابغيكو ولا ما عندكش دابغيكو تقدري ديري تاع لي فريز ولا اي نوع من المربى. انا نحب تاع المشمش يعجبني. هنا واش نديروا نضربوا شويه المربى شويه ثقيل نكتبوا بالملعقه نعمروا هاد لي طارتيله تاعنا بالكونفيتور دابغيكو كما كتشوفوا هكا هنا بعد ما كملت الكميه تاعي تاع لي طار لي ميني طارتيلات بلا كونفيتور نحكم العجينه تاعي نقلب السكرفاج نديرو في الجهه الغليظه ونبداو نغابو مباشره فوق الحبه تاع لي طارتيلات كما راكم تشوفوا معايا هكا نغطو كامل الحبه تاع الحلوه كما كتشوفوا هكا هكذا نواصلوا العمليه حتى نكملوا كاع لي طارتيلات تاعنا. انا هنا غادي نغبي كاع الحبات تاعي حتى نكملهم وكي نكمل لي طارتيلات ندخلها مباشره للفرن. الفرن سخن على 160 درجه نشعل عليهم من الفوق والتحت ونقص لهم كيما الصابلي العادي كيفاه نطيبوه. بعد ما يطيبوا نزينوهم سيبودرهم بسكر غلاس وندير لهم من الفوق كاش حبه تاع سيريز ولا شوكولا ولا اي نوع من الحلويات اللي تكون عندكم في المنزل ولا التزيين اللي يشقكم عليه. انا هنا غادي نكمل الحبه تاعي وندخلهم الفرن يطيبوا ونتلاقاو. الحلوه تاعي راه واجده كما راكم تشوفوا معايا بعد ما طيبتها وبردت زينت هذه بالسوبودريتها بالسكر غلاس وزينتها بالاقراص الشوكولا. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي درتها على شكل اوفال درت لها شويه نيسلي ولا كراميل يكون عندكم طايب في المنزل درت لها شكل خطوط من الفوق. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتشوفوا فيها. ما بقى لي غير لكم اللي عجبها على فيديو تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم وتضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.